الأهلي وفريق سياتل الأمريكي القادمة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب. المباراة هتتلعب للتذكير فقط يوم السبت الموافق 4 فبراير الساعة أو في تمام الساعة 7:30 مساء. حضرتك هتقف ورا الطبق زي ما أنا واقف كده. النايل سات موجه زي ما أنت شايف. إيه الحل؟ هتقف ورا القناة دي بس على قمر 8 غرب، يعتبر محتاج سنتيمترات من القمر النايل سات. طب ايه الحل؟ حضرتك هتقف ورا وهتروح محرك القطعه دي على شمال ايدك، هتروح جايب الطبق كده سنه صغيره كده بس، ما تعملش حاجه تانية نهائيا، وهتيجي معاك القناه بكل سهوله. دي لو انت التردد مش نازل معاك، لو التردد نازل معاك خلاص ما تلعبش في الطبق نهائيا.